درب اليوم وبعيدا عن ترتيبه الزمني والتاريخي، كان يمكن أهم مباراة في الموسم لفريق باب جديد، وربح كان يمكن السيا من رجوع في الكورسة للبطولة. تعادل ولا أكثر منه هزيمة يبعده بشكل كبير على المراهن على أحد المركزين الأول والثاني. الرهان هذايا فهموا جمهور السيا اللي كان حاضر بقوة اليوم العشية في رادس ويمني النفس بانتصار يمحي به خسارة لالي. بالنسبة للكلوب كان خسرت صعيب برش عليها تولي، بالنسبة للترجي لتوار بتجين بعد لهنات نجم ترجي تقعد باقي في الكورسة، أما يظهر لي أهل الكلوب ريب حرام. فوق الملعب ومن أول اللحظات ضر التشنج وضغط النتيجة على ملاعبية النادي الإفريقي، وصابر خليفة ما كانش بعيد برشا على الورقة الحمراء بعد دقيقة ونص لعب. حاجة الثانية اللي ظهرت ومن أول أكسيليراسيون عملها في الدقيقة الثالثة على كرة الشناحي، وزيما دراجي خرج الخدمة ضد فريقه السابق. هذا مع غياب النسق على الغندري اللي رجع اليوم والحضور الكبير للشعليلي وكوليبالي وخاصة فورمة العادة الفرجاني ساسي خليه المكشخة تفك وسط الميدان منذ بداية المباراة. الفرجاني كان وراء أول فرصة لفريقه في الدقيقة الخامسة، مد كرة على طبق للبدري اللي حتى بجانب أخشاب بن مصفى. جمهور الأحمر والأصفر ما استناش برشا، وأقل من درج من بعد مخالفة من كشوك عروج شمام في التنفيذ، بن مصطفى يرجع كرة على ساقطة ياسين الخنيسي اللي سجل الهدف رقم 12 ليه في الموسم هذا. كان ماركي ماتش بماتش مثال، المهم ديما واحد معناتها يخدم باش الاسبيرونس تربح. بالمناسبة هذه البونتو نحب نهديه لبابا اللي معناتها صارت له وعكة صحية، إن شاء الله لاباس وإن شاء الله يكون البونتو هذا كادو لي، أحسن كادو إن شاء الله. هجوم الإفريقي في الفترة الأولى ما عاود تحرك من صدمة البونتو، كان بعد 8 دقائق خذاب زمام مبادرة وتوفروا له أكثر من فرصة للتعديل. وفي الوقت اللي ضغطت فيه السيا غلطة جديدة من كشوك، طه ياسين الخنيسي يفك له الكرة، يتومبوريزي وحده في دفاع الإفريقي يمدها للروج اللي يحط على يمين بن مصطفى ويسجل الهدف الثاني المكشخة في الدقيقة 41. الهدف هذايا وكأني بيه حرر نهائيا من لعبية السيا اللي بداية من هذه اللحظة خذوا الماتش على عاتقهم. دقيقتين قبل ما يوفى الميتون روزيكي يضيع بطريقة غريبة فرصة تدليل الفارق بعد ديفياسيون ذكية برشا من صابر خليفة. بداية الدوزيام ميتون كانت نسخة مطابقة للأصل نهاية الشوط الأول، وتواصل الضغط الهجومي للأفارقة، وفي الدقيقة 52 وفي أول مرة يفك فيها الدراجي الكرة في الوسط تتواصل العملية وأسامة بالرأس قريب برشا من افتتاح النتيجة الفريق. بعد الكرة هذية وبالرغم من الضغط الكبير لهجوم السيارة شفنا حضور أكبر منه للمدافع اللي بدأ يكونفيرمي من طرح إلى آخر منتصر طالبي سورتو على الكرة التطويل. ورينا زادة معز بن شريفية ينحي أكثر من كرة ويحافظ على النتيجة، المرة الأولى قدام روزيكي في الدقيقة 74 وخاصة على رأسية الغندري في الدقيقة 84. في المقابل ترجي اكتفى بالدفاع عن النتيجة ولعب الهجومات المعاكسة، وفي واحدة منهم كان ينجم الشعليلي يزيد بها الثالث في الدقيقة 54 لولا تدخل فاروق بن مصطفى. مؤكد في الشوط الثاني نادي افريقي باش ينزل بكل ثقله، معناتها ريانا توتا غانيا ريانا بيك يلزمنا نعرفوا كيفاش ندافع، وهذا القران معناتها الجمعيات الكبرى كل معناتها في بعض الحالات المنافس مش انا رجعت لكن المنافس يفرض عليك باش ترجع باش تدافع، يلزمنا نعرفوا نقفوا يلزمنا نعرفوا ندافع، وهذا ايه اللي صار. اثنين بليش الاسبيرونس ما تعكسش برشا عدد الفرص من جهتين، اما يمكن ان يحكم في سيناريو المباراه هو انه وقت اللي الافريقي مسك بزمام الامور والماكينه بدات تدور حصل المحظور في المدارج. الحكم يوقف الطرح 8 دقائق بعد استعمال قوات الامن للغاز المسيل للدموع. في
تون فور نتاع الكلوب افريكان صارت التوقيفه هذيك وجات لمصلحتنا احنا، ولو اني متاكد معناها اللي حتى كان يقعد ماتش كامل هكاك واحنا في 30 متر ما نتصورش كان باش ناخذ البونتويت. التصرفات هذه في الجرادانات نجم تكون صوره مكبره للي يحصل من مسيري الافريقي ما بين الشوطين. الدربي 126 يعطي فوز لينبليش للترجي ويمكنه من مواصله التصدر في انتظار ثلاثه مباريات المتبقى، يخليه زاد يبعد على اللقب منافس تقليدي ليه، واللي ما بقاله كان باش ينتصر نهار الاربعاء في الكلاسيكو ضد ليتوال باش يطمع لبلوغ كاس رابطه الابطال الافريقيه في الموسم القادم. الترشح على الشامبيونز ليغ يقعد ديما كونسيرني بيه كلوب افريكا في السيزون، مازال عندنا لا فاز دو بول، مازال عندنا لا كوب تونيزي، مي في الشامبيون تونيزيان اوسي عندنا اوسي لا دوزيام بلاس، خاطر كلوب افريكا لي كونسيرني بار الشامبيونز ليغ اوسي. هذايا في غياب مهاجم رقم واحد وقايده صابر خليفه واللي تعرض لاصابه خطيره في نهايه المباراه.